الاكونت وانا اتواصل ان شاء الله. طيب هنبتدي كده بالريفرش بتاع كل يوم. حد فاكر احنا خدنا ايه امبارح؟ حد فاكر خدنا ايه امبارح؟ شباب المستقبل بيكتبوا التخطيط والتنفيذ. انا ما حضرتش بس شفت جزء من المحاضرة التسجيل وهكملها بعد نهاية النهاردة ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذة اسراء. الناس اللي كانت حاضرة: استاذة كاميليا، استاذ طارق، استاذ عمرو، استاذ فوزي، واستاذة رحاب، واستاذة سمراء الدارين. الناس دي كلها كانت حاضرة امبارح يا شباب. في ايه؟ التخطيط والتنفيذ غلط يا استاذ طارق. استاذ عمرو بيقول التنظيم. تنظيم، تمام اوكي. التنظيم خدنا فيه ايه؟ التنظيم خدنا فيه ثلاث حاجات. التنظيم، حد فاكر التنظيم؟ استاذ فوزي بيقول التنظيم والتنفيذ، تمام. حد فاكر بقى خدنا ايه في التنظيم؟ اعداد قائمة الاعمال يومية والتفويض الفعال، وايه تاني؟ وخدنا حاجة تالتة وتنظيم. عدد قيمة العمل اليومية والتفويض وتنظيم المكان العمل، صح كده يا أستاذ فوزي. طيب بعد كده ابتدينا ناخد التنفيذ، وخدنا فيه شوية نصايح في الأول كده. حد فاكر؟ طب حد الأول فاكر قبل ما نخش على التنفيذ، حد فاكر الجدول بتاع ايزنهاور كان بيتكلم عن ايه؟ جدول ايزنهاور للتفاوض الفعال، حد فاكر كان بيتكلم عن ايه؟ طيب اهاي بتقول قول يا استاذ طارق. من الالف للدال، اللي هو الالف والب والجيم ودال، اقسام اربعة اللي هم ايه بقى؟ حد فاكر اسميهم؟ النت قطع عشان اسفه جدا جدا يعني. الحمد لله رب العالمين، مفيش مشكله. طيب نكمل. كنا بنتكلم عن ايه طيب امبارح؟ معلش نرجع تاني نقول، كنا بنتكلم عن جدول ايزنهاور للتفاوض الفعال. حد كان فاكر فيه ايه؟ حد كان فاكر هو عباره عن ايه؟ طيب الناس اللي فاكره يا ريت تفكرني. جدول ايزنهاور للتفاوض الفعال بيتكلم عن ايه؟ جدول ايزنهاور للتفاوض الفعال بيتكلم عن ايه؟ ايه هما بقى الاربع محاور؟ ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا مالكم بتنقطوني كلمه بكلمه كده؟ ما حد يقول لي الاربع محاور كده على طول. ايوه كده يا استاذ طارق، في ايه؟ مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، وغير عاجل ومهم، وغير مهم وغير عاجل، صح كده؟ صح يا استاذه سعيده. طيب وخدنا نصايح كتير قوي في التنفيذ، حد فاكر او حد ينصحني بنصايحنا اللي خدناها في التنفيذ امبارح؟ يا ترى حد عمل الجدول اللي احنا اتفقنا عليه بتعود امبارح؟ تعود ان تقول لا، تنظيم جيد للحجرة، تمام.
الالتزام بمواعيد الزيارة، كن منجز ولا تتردد. حلوة قوي. لا تضع المكتب إلا ما تستخدمه في الوقت الحالي، عدم التسويف والتفويض. تمام. إلقاء نظرة على قائمة الأعمال، مش العمال، الأعمال اليومية، الواجبات دائما أكثر من الوقت. إذا بدأت في إنجاز مهمة لا تقطعها، المهام المفتوحة لا تنتهي. استغلال الأوقات الفارغة، قسم المهام الكبيرة، المسؤولية لا تفوض. اجعل المهام الكبيرة وتعامل معها زي فتحات الجبن السويسري. معلقة معاك الجبنة اوي يا ستار، معجبك هي الجبنة من امبارح. طيب، عرفنا معلومات النهاردة عن اللي احنا خدناه امبارح. عشان الناس اللي مكانتش موجودة، حابة اقول لكم ان انتوا ضاع عليكم، والناس اللي ما حضرتش معانا من اول الكورس خالص، من اول الدورة خالص، ال3 ايام دول ضاع عليكم كتير قوي. ان شاء الله باذن الله ما يرجعش عليكم حاجه. استاذ طارق ينزل لكم ال3 تسجيلات وتسمعوهم ورا بعض وتستفيدوا منهم. اتكلمنا في اليوم الاولاني عن تحليل الوقت، وعرفنا ازاي نجمع المعلومات عن نشاطات يومنا، وازاي نعمل اختبار للنشاطات، وتعرفنا على مرحله النشاطات، وعرفنا وضع نشاطنا فيه بيكون امتى. وبعد كده تاني يوم خدنا التنظيم، خدنا التنظيم ولا التخطيط؟ تخطيط صح؟ خدنا التخطيط تاني يوم، وعرفنا فيه حاجات برضو كتير. وبعدين رجعنا خدنا التنظيم وخدنا التنفيذ، والنهارده اخر مرحله من مراحل التنفيذ، وهناخد المتابعه باذن الله. يبقى احنا اول يوم خدنا تحليل الوقت، تاني يوم خدنا التخطيط اللي هو كان امبارح، اول يوم خدنا تحليل الوقت والتخطيط، وامبارح خدنا التنظيم والتنفيذ، والنهارده هناخد التعامل مع مضيعات الوقت والمتابعه. طيب، اول حاجه عايزاكم تعرفوها، معادله بسيطه جدا، معادله بتجمع الكورس بتاعنا النهارده كله مع بعض. التخطيط السليم والتنظيم للوقت الدقيق، التخطيط السليم والتنظيم للوقت الدقيق للوقت، زائد التنفيذ السليم للخطة، زائد تصرف إيجابي تجاه مضيعات الوقت، هيساوي عندك إدارة ناجحة وفعالة للوقت. عشان كده التصرف الإيجابي تجاه مضيعات الوقت مهم جدا جدا في خطتك عشان تتعامل مع الوقت. في مضيعات الوقت هنعرف إيه هي، أو تعرفها إيه، إزاي نتعامل معاها، وإزاي ننفذ اللي إحنا خططناه له ونتغلب عليه. طيب، حد يعرف كلمة مضيعات الوقت يعني ايه؟ يعني من وجهة نظركم كده، مش هي ايه؟ خدوا بالكم من السؤال كويس قوي، وركزوا في كلامي. انا ما بقولش هي ايه، ما حدش يقول التلفزيون والانترنت والكلام ده، انا بقول لكم تعريفها ايه ككلمة، مضيعات الوقت يعني ايه؟ الحاجات اللي بنضيع فيها وقت ومش بنستفيد منها، دي استاذ الحق. تمام، اي حاجه غير مهمه. تمام، حد عنده اضافه تاني؟ ده انتوا 12 فرد يا جماعه، يعني عايز 12 كومنت لسه كده، في 10 ما كتبوش. في ايه؟ استاذه سعيده يا ريت تشاركي معانا، استاذه كاميليا، استاذه عبير، الناس الموجودة كلها بعد اذنكم، يا ريت اسمع منكم اجابة.
لسه داخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه هي مضيعات الوقت او تعريف كلمة مضيعات الوقت؟ ده السؤال. سمارة بتقول التسويف. تمام. استاذة كاميليا بتقول الحاجات اللي بنستغرق فيها وقت كبير بدون افادة. تمام. استاذ اسراء بتقول ممكن تكون حاجات بتحصل طارئة مش عاملين حسابها في جدولنا. لا لا استاذ اسراء، اي حاجة بتضيع الوقت. لا يا راجل فعلا. الطرق التي نتعامل بها مع الوقت ومن شأنها أن تهدر ذلك الوقت بدلا من استغلاله. بالظبط يا أستاذ عمرو، حضرتك قربت جدا جدا من المعنى. أستاذ أسامة بيقول التأجيل. تمام. طيب هنعرف دلوقتي التعريف لمضيعات الوقت أو لكلمة مضيعات الوقت هي إيه. أول تعريف ليها بيقول إن هي العوامل اللي بتحول أداء الأعمال الهامة ذات القيمة العالية. يعني لما يكون عندك عمل هام، وبيقولوا أو التعريف ده بينص إن مضيعات الوقت حاجة بتبقى واقفة بينك وبين الحاجة الهامة دي، أو بين إن أنت تعملها. التعريف التاني زي ما حضراتكم شاكرين قلتوا، هي الأعمال اللي بتستهلك كمية كبيرة من الوقت لا تتناسب مع القيمة الناتجة عنها. يعني بتضيع وقت كتير وفي الاخر ما بتديلكش نتيجة زي على قد الوقت اللي هي خدته. والتعريف الثالث بيقول هي الاعمال التي تشغلنا كثيرا ولكنها تساهم مساهمة محدودة في تحقيق اهدافنا. يعني بتكون واخدة من تفكيرنا ومن مجهود تركيزنا كتير جدا، وبتساهم بنسبة بسيطة ويمكن ما بتساهمش خالص في تحقيق اهدافنا. لو بصينا احنا للثلاث تعريفات دول هنلاقيهم زي كل تقريبا كل الحاجات اللي حضراتكم قلتوها، بس هنلاقيهم كارثه، هنلاقيها كارثه في حد ذاتها، سواء هي بتوقفنا عن اداء المهام المهمه في حياتنا، او سواء هي بتستهلك كميه كبيره من الوقت مش بتناسب مع القيمه الناتجه عنها، او سواء هي بتشغلنا كثيرا ومش بتحقق اهدافنا. فالثلاثه في حد ذاتهم كارثه، فلازم نتخلص من مضيعات الوقت عشان نوصل لأهدافنا. التعامل مع مضيعات الوقت. أولا مضيعات الوقت بتنقسم إلى قسمين، شخصية ذاتية يعني منك أنت، وعامة بيئية يعني من المجتمع اللي حواليك. طيب الشخصية الذاتية زي إيه؟ زي عدم النظام والتأجيل والبحث عن الكمال وإن أنت ما بتقدرش تقول لأ، وده الكلام اللي إحنا اتكلمنا فيه إمبارح بالتفصيل وهنتكلم فيه أكتر النهاردة. عامة بيئية اللي هي من اللي حواليك زي الزوار والتليفون والانتظار والاجتماعات والطوارئ وكذا وكذا وكذا. عشان كده خد بالك من حاجة مهمة جدا، لو انت سمحت لكل دول ان هم يضيعوا لك وقتك، ما ترجعش بعد كده وتسأل وتقول انا هدفي ما بيتحققش ليه. بكل بساطة لان كل دول بيبقوا واقفين قدامك ما بينك وبين هدفك. ايا كان هدفك ده ايه، ممكن يكون هدفك ان انا انجح السنة دي بتقدير عالي، الزوار والاجتماعات والتليفون والكلام ده كله والانتظار ممكن يضيع وقت منك كبير قوي، لو كنت استغليته في المذاكره كان هيخليك تجيب الهدف اللي انت عايزه، او كان هيخليك تجيب التقدير اللي انت عايزه. طب هنبتدي اول حاجه بالشخصيه الذاتيه عدم النظام. عدم النظام معناه ايه؟ مش ان انا ما بعملش حاجه في وقتي وان انا ما بنظموش، مش الوقت بس، عدم نظام اي حاجة، عدم نظام البيت، عدم نظام الاوضة اللي انت قاعد فيها، عدم نظامك في شغلك، عدم نظامك في حياتك الشخصية، عدم نظامك مع اهلك، عدم النظام بشكل عام. ليه بيضيع الوقت؟ انت مثلا لو انت محتاج حاجة معينة والدرج بتاعك متلخبط، والدرج بتاعك كل حاجة فيه فوق التانية، والحاجة اللي انت بتدور عليها دي صغيرة، لو الدرج بتاعك متلخبط هتلاقيها في خلال قد ايه؟ ولو الدرج بتاعك متنظم هتلاقيها في خلال قد ايه؟ لو الدرج بتاعك متلخبط هتقعد تدور عليها ساعة وهي شفتها ما شفتهاش، لكن لو الدرج بتاعك متنظم هتفتح عارف مكانها هتروح مالي ايدك واخدها على طول. ده الفرق ما بين النظام وعدم النظام، ان هو بيوفر عليك وقت كبير جدا. زي بالظبط كده لما تكون شايل حاجة معينة في دولابك، او البنات اللي موجودة معانا شايلة مثلا بلوزة معينة في مكان ما،
لو انت عارفه مكانها في الدولاب ودولابك منظم، اول ما تفتحي الدولاب هتلاقي قدامك، هتروحي سحباها ولابسه وماشيه. لكن بشوف ناس ساعات بتنزل الدولاب كله في الارض عشان تدور على بلوزه عشان تدور على شرب ولا عشان تدور على حاجه معينه. ليه؟ ما نظمتش نفسها، مش قبل ميعادها قعدت تدور هتلبس فيه ايه، ونظمت هدومها وخرجتها وكويتها وظبطتها بحيث ان هي ساعه الخروج تبقى لبسها جاهز. لا، سابت كل حاجه لاخر دقيقه كعاده العرب عموما. فاحنا مش بنحب ان احنا نسيب كل حاجه لاخر دقيقه، مش عايزين نعود نفسنا ان انا لازم اشتغل تحت ضغط. عشان انت لو عودت نفسك ان انت لازم تشتغل تحت ضغط، هتعيش طول عمرك بتأجل كل حاجة عشان تحس بالضغط عشان تنجز. عشان كده مجرد ما تبتدي ان انت تنظم، هتلاقي حياتك بقت اخف كتير جدا جدا جدا. دي اول حاجة. طب تاني حاجة التأجيل. مشكلة دايما زي ما قلتلكوا ان احنا بنسيب الحاجة لاخر لحظة عشان نحس بالضغط، فلما نحس بالضغط نطلعها باكبر شكل ممكن. زي بالضبط لما الواحد بيصحى متأخر، بعد ما بيصحى متأخر ممكن يلبس وينزل في 10 دقايق، مع ان ممكن يكون بيقف قدام المراية اكتر من كده بكتير. لما مثلا الناس اللي بيذاكروا او الطلاب يفضلوا من اول الدراسة يأجلوا لحد ما تلاقي نفسها ويلاقي نفسه قبل الامتحانات بشهر او اقل، وتك تك تك وتلاقيه ماسك الكتاب طول النهار والليل ما بيزهقش منه. طب ليه؟ طب ما انت كان بايدك تاخد صفحتين كل يوم. ليه؟ ايه اللي جبرك ان انت تخلص 5 مواد ولا 6 مواد في شهر؟ فالتأجيل برضو من الحاجات اللي بتودي في داهيه. بالظبط استاذه مروه بيعيش في حاله طوارئ، كأن بالظبط في اسعاف. لو حد عمل، لو هو بيذاكر حد ولع التلفزيون، لا محدش يولع التلفزيون، مش عارفه ايه تحسسك ان هو ايه، يعني بيخنق على نفسه وبيخنق على البيت اللي هو موجود فيه، وكل ده بدون لازمه. لكن هو لو كمل اول ذاكر ساعتين، ذاكر ورقتين بس كل يوم من كل ماده، كان هيجي اخر على اخر السنه يذاكر كانه مذاكرته الطبيعيه مراجعه سريعه جدا، مش هياخد مجهود ومش هيبقى تعبان. مشكله ان انت فعلا يا استاذ اسامه بيبقى مضغوط جدا جدا لدرجه ان هو ممكن ياثر عليه اصلا في الامتحان من كتر الضغط اللي هو كان فيها. يعني يقعد يذاكر مثلا طول الليل قبل الامتحان عشان ما لحقش يخلص الماده، يقعد يذاكر 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 ويلاقي نفسه رايح الامتحان الصبح ناسي كل حاجه. ليه؟ ضغط دماغه وضغط نفسه، ورايح متاخر وصاحي متاخر ومش منظم اكله عشان مش عايز يضيع وقت في الاكل، ومش منظم نومه ومش منظم حالته النفسيه، فمخنوق متضايق وخايف من الامتحانات. عشان كده عايز تتخلص من كل ده النظام. ابتدي اقسم المواد بتاعتك من اول السنه. مجرد ما تعرف العدد بتاعها، او لغة على طريقه جميله جدا لو الناس اللي بتذاكر او الناس اللي عندها مذاكره، ان امسك مثلا الماده الفلانيه، ماده يعني نتكلم على المواد اللي عندي انا شخصيا مثلا، او اللي بدرسها، علم نفس النمو مثلا. هنمسك علم نفس النمو ده كام صفحه؟ حوالي مثلا 400 صفحه. همسك ال 400 صفحه دول، همسك ال 400 صفحه دول وهقسمهم على الاسبوع، هقسمهم على اسبوع. يعني هقسم مثلا، هقول عفوا على الشهر، عفوا معلش، عفوا على الشهر، هتقسم ال 400 صفحه دول على الشهر، وهتقسم كل صفحه، كل 100 صفحه على الاسبوع. يعني انت لو عندك 400 هتقسم على الاسبوع، هيبقى الاسبوع فيه 100 صفحه، وقسم ال 400 صفحه دول على ال7 ايام، هيطلع لك كام تقريبا؟ هيطلع لك كتير صح؟ هيطلع كتير. حاول تقسمهم على اكبر من كده، على فتره شهرين مثلا، على فتره 3 شهور. انتوا فاهميني قصدي ايه؟ يعني ما تخل... مش مهم، مش مشكله شهر، المهم ان انت تقسم عدد الصفح على الايام. ده المقصود من وجهه نظر ان انت قسم الصفح، وما ينفعش يعدي اليوم غير لما تخلص الصفح اللي انت حاططها ليومك. اول ما تقسمهم على اكبر من كده، على مثلا على شهرين، على 3، هتلاقي العدد ده نزل، هتلاقي العدد كتير. او على 100 صفحه يعني ممكن 50، ممكن 25 صفحه مثلا في اليوم او اقل. ممكن تشوفهم كبار، لكن في خلال ال 3 شهور هيكونوا مريحينك جدا.
تذاكر 25 صفحة في اليوم ولا تذاكر 400 صفحة في يوم؟ أكيد 25 طبعا. فعشان كده خدوا بالكم جدا من حكاية التأجيل دي. تالت نقطة، البحث عن الكمال. دايما عندنا اعتقاد في دماغنا، يا اما نعمل كل حاجه صح يا اما ما نعملهاش خالص. ما عندناش وسط، ما عندناش حاجه اسمها ان في بشر لازم انت تتعامل مع قدراتهم. ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها كمال، الكمال لله وحده. فما دايما ما تحطش في دماغك ان انا اعمل الحاجه مثاليه بيرفكت لا اما ما اعملهاش خالص. خلي عندك وسط ان انت تتعامل بشكل منظم مع وقتك، ده في حد ذاته حاجة كويسة، أحسن من مفيش خالص وأحسن إن أنت تضيع وقتك في الفاضي. النقطة اللي بعد كده، لا يستطيع أن يقول لا. ما عندوش دايما حتة لأ إن أنا أقولها إزاي لواحدة صاحبتي مثلا تضبط عليا في وقت أنا حاطة فيه مهمة معينة. ما عندوش قدرة إن هو يقول لأ لحد اتصل بيه وقعد يرغي 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 ساعة ونص وضيع له من وقته ومن حياته كتير. ما قدرش يقول لأ لواحد صاحبه جاي ياخد منه حاجة، قاعد عنده ضيع عنده اليوم كله وضيع له يومه وضيع له حياته عشان خاطر خاف يقوله لأ على إحراجه. القصة مش في ان انت تقول لأ، القصة في ان انت يكون عندك القدرة ان انت تقول لأ. كلنا بنبقى خايفين ان الانسان اللي قدامنا ده يزعل، على الانسان اللي قدامنا ده يتضايق. بس انا هسألكوا سؤال بسيط قوي، اذا كان البني ادم اللي قدامك ده ما خافش على وقتك، ما خافش على مجهودك، ما خافش على حياتك، ما خافش على شغلك، انت تخاف عليه؟ انا ما بقولكش ان انت تتكلم معاه باسلوب مش كويس، بس ممكن تقولها له باسلوب منمق، بس ما ينفعش ما تقولهاش خالص. ليه؟ ان انت لو ما قلتهاش خالص انت اللي هيجي عليك النتيجه السلبيه مش هو. هو في الاخر كده كده مش عارف امتى الوقت وبيضيع وقته في اي حاجه. فما تسمحش لحد ان هو يضيع وقتك. ربنا سبحانه وتعالى زي ما اداك اسبوع يعني اداك يوم ويومين وثلاثه واداك 24 ساعه في اليوم، اداله كمان 24 ساعه في اليوم. زي ما اداك سنه بيديله السنه، لا يعني السنه اللي بتعدي عليك ما بتعديش عليه هو 4 شهور. علشان كده زي ما هو عنده نفس اللي عندك، ما تتكرمش انت تتطوع وتديله من وقتك زياده. كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى اداله وقت قد التاني، وفي عالم وفي عامل، صح؟ في عالم وفي عامل. الفرق ما بين الاثنين ان ده قرر ان هو يستغل وقته ويكون عالم، وده قرر ان هو ما يستغلش وقته ويكون عامل. علشان كده ما تخليش الحاجات البسيطة دي تأثر عليك. حاول لما تلاقي حد بيقتحم وقتك، حاول ان انت تخرجه بشكل لطيف. لو انت بتعمل حاجة في البيت وحد طب عليك زيارة، حاول تحسسه ان انا مشغول. لو انت رايح تزور حد اتصل بيه قبل ما تروح، علشان بعد كده يتعلم ان هو قبل ما يجي لك كمان يتصل. لو انت بتكلم حد في التليفون، حاول ما تطولش عليه وتحسسه، يعني حاول ما تخليهوش يطول عليك، وقول له انا حاسس ان انا طولت عليك، عشان يحس ان هو اتكلم كتير فبالتالي يتكلم معاك اسرع من كده ويتكلم في الحاجات المهمه فقط. فخدوا بالكوا ان عدم ان انت تقول لا ممكن يسبب لك تضييع لوقتك كتير قوي 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 على حساب الناس او على حساب المجتمع اللي هيرجع عليك انت في الاخر بالنتائج السلبيه. عندك بعد كده عامه بيئيه. اول حاجه الزوار، تلاقي حد مخبط على الباب ودخل قعد 15 ساعة، قعد يرغي ويجيب سيرة الناس وقعد يتكلم وياكل ويشرب، ضيع لك فلوسك، ضيع لك الأكل والشرب، وضيع لك الوقت، وضيع منك حسنات، وفي الآخر يروح سايبك وماشي. لا أنت استفدت بحاجة ولا هو استفاد بحاجة، بالعكس واقف عليك بخسارة. القصة مش خسارة مادية، القصة خسارة معنوية وحسنات خسرتها بسبب الكلام اللي أنت اتكلمته. لان اي زوار بيجوا، اي زوار مهما كانوا لازم يجيبوا سيرة حد، لازم يمسكوا حد يجيبوا سيرته. ما تفهمش ليه، يعني انا مش فاهمة ليه، بس في حد كده عارفين، في ناس مجموعة من الناس كده لما تجيلك تحس ان هما رويتر معاهم اخبار العالم، تقول لك شفت فلان عمل كذا وشفت فلان عمل كذا. زي ما كده ممكن تلاقوا حد من اصحابكم الفراغ العقلي بالظبط يا استاذه سعيده، زي بالظبط ما تلاقي حد من صحباتك كده او حد من اصحابك معروف عنه دايما ان هو رويتر. دايما لما تشوفه كده، هي رويتر ايه الاخبار، معروف دايما ان هو مش هتطلعك لقدام باي شكل من الاشكال. النقطه الثانيه التليفون.
في احصائية اتعملت بيقولوا ان انت بتضيع في حياتك من 2 لـ4 سنين في الكلام في التليفون. لو كان متوسط عمرك من 55 لـ65 سنة فانت بتضيع من 2 لـ4 سنين في التليفون. طب ما احنا نضيع من 2 لـ4 سنين في التليفون، ما هنضيع في القراءة قد ايه؟ هنضيع في الاستفادة قد ايه؟ هنضيع في المعرفة قد ايه؟ التليفون ده اتعمل يا شباب علشان الوصول في اوقات الطوارئ، يعني لو انا عايز حد في وقت طارئ جدا او عايزه في حاجه طارئه جدا فبتصل بيه. مش عشان بقى مش هتطول صاحبتك تسرد احداث المسلسل التركي الرخم اللي بيقعد 15 مليون حلقه، ولا عشان تقعد انت وصاحبك يعني تفضلوا تنموا على المدير وان انتوا مخنوقين منه ومش طايقينه خالص، او التليفون مش معمول عشان كده خالص. الصوت ايه؟ يا شباب الصوت كده تمام ولا ايه؟ تمام اوكي. هنيجي بعد كده زي ما كنا بنتكلم على التليفون. التليفون يا بنات مش عشان انت تقعدي تتكلمي وتتعرفي صاحباتك، وللشباب مش عشان تقعد تتريق على مديرك وتقعد تتريق على اخت صاحبتك ولا تتريق على اخت صاحبك عفوا ولا مش عارفه ايه ولا الكلام ده كله. الكلام مش كده خالص، ولا التليفون معمول كده خالص. التليفون معمول عشان انت عايز حاجة ضرورية وطارئة جدا من حد تروح متصل بيه يا فلان 1 2 3 خلص الموضوع. دي اصلا انا مش عارفة والله المشكلة في ايه. طيب هنجيب هنجيب اللي بعد كده ونقول الانتظار. الانتظار دايما بيضيع من وقتنا كتير وخاصة مع المصريين. تلاقي دايما لو حد مديك تلاقي حد مديك مثلا ميعاد معين في مكان معين الساعة 12 تلاقيه يديك كتير قوي، يعني يوم ما تقول ده الراجل ده ما تأخرش جايلك الساعة 1 واللي هو ايه عملش أي حاجة عادي جاي بيسلم عادي جدا مفيش أي مشكلة. عشان تتعلم حتة الانتظار دي وتروضها عندك وعند الناس اللي حواليك التزم بمواعيدك جدا. لو الناس مثلا لو انت مستني حد يقول الانتظار من 12 من 12 ل 12 و10 فقط، او الجزء اللي انت تنتظره فيه من حقه ان هو تنتظره فيه ال10 دقائق دول. ال10 دقائق دول علشان يتصل بيك فيهم ويقول لك انا متاسف ان انا اتاخرت ال10 دقائق او الخمس دقائق وانا جاي مثلا في طريق او حصلت لي ظرف تاني هو اللي اخرني. لكن انت ما تبقاش منتظر حد وكمان ما يتصلش يعتذر عن تأخيره. عشان لما تيجي تكون منتظر حد او منتظره يا ريت ما تتأخرش عليه وتوصل في ميعادك قبل الميعاد. ولو انت بتنتظر حد انتظره بعد ميعادك ب10 دقايق. لما يلاقيك سبت ومشيت في يوم من الايام بسبب ان هو ما اتصلش اعتذر وان هو اتأخر عن ميعاده وبعد كده ينزل قبل الميعاد بساعه ويصحى بدري عشان يعرف يوصل لك في ميعادك. النقطة اللي بعد كده الاجتماعات. الاجتماعات مش شرط او المقصود منها الاجتماعات اللي بتحصل في الشركات او الاجتماعات المهنية. اي اجتماع حتى لو اصحابك بينادوك عشان تنزل تقعد معاهم، حتى لو صحباتك عاملين متجمعين مثلا عند واحدة صاحبتك وعايزينك تروحي. القصة في الاجتماعات مجموعة الاشخاص اللي بتقعد مع بعض ايا كان ايه الاجتماع ده او ايا كان مكانه. خدوا بالكم الاجتماعات كويس جدا، وان شاء الله النهارده هناخد كمان الاجتماعات وازاي نفرق ما بين الاجتماع المهم والغير مهم. طيب بعد كده النقطه الاخيره الطوارئ. وعليكم السلام يا استاذ احمد. النقطه اللي بعد كده عندنا للطوارئ، ولا يهمك يا فندم مفيش مشكله. النقطه اللي بعد كده الطوارئ. الطوارئ هي ايه؟ ان انت تلاقي حاجه دايما داخلاك كده من تحت الارض بتضيع وقتك. بس احنا اتفقنا ان احنا لما نيجي ننظم وقتنا هنعمل ايه؟ هنسيب وقت للطوارئ. ليه؟ عشان قاعدة ال 20-80. حد فاكر ال 20-80؟ حد فاكر قاعدة ال 20-80؟ ايه يا شباب؟ محدش فاكر قاعدة ال 20-80؟ تخطيط 20 وايه؟ وال 80 هما ايه؟
وطوارئ 80 صح كده. علشان كده لما بيكون عندك التخطيط بنسبة قليلة زي نسبة 20% او نسبة 20 والطوارئ عندك بنسبة 80، لازم الطوارئ هتتغلب على التخطيط علشان خاطر نسبتها اعلى. لكن لما تكون عامل انت حساب للطوارئ داخل التخطيط، مش ان شاء الله باذن الله التخطيط هو اللي يغلب. عشان كده زي ما قلت لكم قبل كده، ما تجدولوش كل نقطة في يومكم، مش كل حاجة لازم يكون ليها حاجة، لازم يكون في على الاقل نص ساعة بين كل ساعتين فاضيين للطوارئ. عرفنا النهاردة ايه هي مضيعات الوقت، شخصية وذاتية، الشخصية زي عدم النظام والتأجيل والبحث عن الكمال، وان احنا ما نقدرش نقول لا، والعامة زي الزوار والتليفون والانتظار والاجتماعات والطوارئ والانترنت وغيرهم 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 كتير قوي. بس ده مجرد مثال مش اكتر. طيب في شوية اسباب لعدم ادارة وقتنا جيدا، في اسباب لعدم ادارة الوقت الجيد. الكسل والميل للراحة والتسويف، وده اللي احنا اتفقنا عليه امبارح ان احنا عدم التسويف، لان مشكلة او علاج مشكلة التسويف هي قلة راحة تبدأ زي ما اتفقنا امبارح. يبقى احنا مش هنبتدي اصلا بالتسويف ولا هنبتدي بالكسل، عشان هو اللي هيوصلنا لعدم ادارة وقتنا بشكل جيد. النقطة التانية عدم ضبط المواعيد اللي هي الدقة. دايما بنلاقي الدنيا عندنا مفتوحة، يعني لما حد يقول لحد هقابلك امتى يقول له، يعني تسأل مثلا حد هقابلك امتى يقول لك بكرة بعد الظهر. امتى بعد الظهر؟ الساعة كام بالظبط؟ وفين؟ والمكان ده هيكون فين؟ ولو اتأخرت هيكون ايه؟ وانت جاي عن طريق ايه؟ والكلام ده كله ما بيتكلمش، مفيش دقة في المواعيد. مثلا هنروح نزور حد هتجوزنا امتى؟ يعني على بعد العشاء كده، او على بعد الظهر كده. ايه هو اللي بعد العشاء؟ بعد العشاء ده في 15 ساعة، ايه اللي اي وقت بعد العشاء بالظبط؟ عشان كده الدقة من اهم اسباب ادارة الوقت الجاي. النقطة اللي بعد كده عدم كتابة الاهداف. دايما ما بنخليش اهدافنا مكتوبة، بنسيب الاهداف للدماغ، نسيب الاهداف هي اللي تمشي عليها، دماغنا هي اللي تمشيها بصرف النظر هي مكتوبة ولا لا. عشان كده خدوا بالكم كويس جدا من انت كتابة هدفك هتوصلك ليه، لان هي هتفتح لك ابواب كتيرة في مخك تقدر تساعدك على تحقيق. النقطة اللي بعد كده تداخل المواعيد اللي هو سوء التنظيم. ما بيبقاش عندك ميعاد او مش منظم ميعادك، فتلاقي المواعيد دخلت في بعضها، فما تبقاش عارف تروح فين، ما بتروحش ولا واحد فيهم. عشان كده عدم تداخل سوء التنظيم وتداخل المواعيد بيبوظ الدنيا. النقطة اللي بعد كده عدم تحديد الأولويات، والنقطة اللي بعد كده عدم التخطيط والمفاجأة وسوء التعامل مع الطوارئ، اللي هي عكس الأسباب اللي احنا خدناهم في الأول خالص. طيب الاجتماعات، من مضيعات الوقت الكبيرة الاجتماعات. العديد من الاجتماعات بيكون هامة جدا، بيوفر الوقت وبينجز العمل المطلوب بكفاءة عالية، ولكن كثير من الاجتماعات مضيعة الوقت. يعني على قد ما الاجتماعات بتكون هامة، في منها كتير بيبقى هام، وعلى قد ما الاجتماعات بتوفر وبتنجز الوقت كتير، ولكن برضو في منها كتير بيضيع الوقت. انواع الاجتماعات او الاجتماعات بتاتي مصدرين، من مصدرين، لا اما اجتماعات انت بتدعو اليها، لا اما بتدعى اليها. يعني لا انت رايح لحد جاي لك، صح كده؟ دي انواع الاجتماعات. طيب لو انت مدعو على اجتماع او انت رايح اجتماع، قبل الاجتماع هتسال نفسك شويه اسئله. اول سؤال، هل الاجتماع ده ضروري؟ هل هناك وسيله اخرى لتحقيق الهدف منه؟ هل يمكن استبدال الاجتماع بشيء اسهل؟ ما الذي يجب ان يحضر الاجتماع؟ لازم تسال لنفسك الاربع اسئله دول قبل الاجتماع. لو لقيت الاسئله بتاعتها كلها ايجابيه اعرف ان الاجتماع ده مهم وانت لازم تروح. لقيتها سلبيه يبقى يستحسن ما تروحوش، عشان هيتحول ساعتها لمضيعه للوقت. طيب قبل الاجتماع في شوية حاجات لازم أو شوية معدات لازم تعملهم قبل الاجتماع. أول حاجة حدد زمنه ومكانه، حدد زمنه وحدد مكانه بالتفصيل. عد البرنامج أو الطريقة اللي أنت هتقدم بيها الاجتماع دي أو البر... بيها خلال
معزوم على حفلة مثلا، ده اجتماع اهو صح، ده اجتماع. حدد زمنه او اسأل على زمنه، حدد مكانه، وحدد البرنامج بتاعه، ايه اللي انت هتعمله او ايه الشغل اللي هيتقدم جوه الحفلة، وحاول توصله لكل الناس اللي موجودة بحيث ان هما يكون عندهم خلفية كافية او لو جالهم اسئلة او شيء يقدروا يتكلموا معاك فيه. اثناء الاجتماع انت حضرت خلاص، خليك اول الحاضرين، ابدأ الاجتماع في مواعيده وتفقد الغايبين، وزع البرنامج على الحاضرين واشرحه، التزم بالبرنامج وخد بالك من الموضوع ده كويس قوي. الكلام ده لو انت بتدعو لحد، حد يجيلك، تعامل مع المقاطعات، ابقى على النقاش في الطريق في طريقه الصحيح، لخص من ان لاخر ما توصلتم اليه، لابد من وجود من يكتب محضر الاجتماع. يعني اللي احنا فيه ده دلوقتي هو اجتماع، لما بتجيلنا مقاطعة بنحاول نتعامل معاها بشكل كويس، النقاش بتاعنا في طريقه صحيح، من انا لاخر بلخص كل الجزء احنا اتكلمنا فيه. لازم حد يكتب النقط بتاعتكم، عشان كده، عشان بما ان احنا مش متجمعين مع بعض وحد واحد بس هو اللي بيكتب، لا انا قلت لكم في الاول خالص ورقه وقلم والكل يكتب. اخر الاجتماع او في ختامه قعد قراءه ما توصلتم اليه، في الاخر خالص بنبتدي نراجع كل حاجه احنا خدناها لنتاكد من موافقه الجميع. حدد المهام ومواعيد المتابعه، لحد تاني يوم المتابعه بتاعنا او تاني يوم هناخد ايه، او المواعيد بتاعت بكره تكون ايه، ان الاجتماع في مواعيده لازم تحدده لاي اجتماع بدايه ونهايه عشان خاطر ننهيه. بعد الاجتماع اوصل نتيجه الاجتماع الى المشاركين سريعا، بعد ما بنخلص المحاضره بتاعتنا حد منا بيوصل اللي حصل النهارده، وبيوصل المحاضره بتاعتنا تسجيلها لباقي الناس اللي ما حضرتش، وتابع تنفيذ المهام، وبنتابع مع بعض اللي احنا عملناه في يومنا. طيب لما انت بقى تكون رايح اجتماع، مش انت هتدعو، لا انت رايح لحد او حد عزمك، هتكون رد فعلك ايه؟ اول حاجه تاكد انه من الضروري انك تحضر، لازم تتاكد ان هو لازم تحضر، لو ما كانش لازم يبقى الموضوع فيه كلام تاني. تاني نقطة، احضر مشاركة في النقاش زي حضراتكم كده، الناس اللي كانت جاهزة للمشاركة في النقاش مجرد ابتدت تشارك معايا، لا تحد بالنقاش عن مساره، ما تخرجش او ما تخرجش الكلام عن مساره، او تكلم في كلام غير الموضوع اللي انت رايح عليه. كن فعال حتى تجعل اللقاء فعال، افهم الهدف جيدا وساعد في الوصول اليه، افهم الهدف من الاجتماع ايه وحاول توصله، اكتب قائمة بما يجب عليك القيام به واضفها الى قائمة اعمالك، شوف ايه المفروض ان انت تعمله في الاجتماع ده واضفها الى قائمة اعمالك. طيب في حاجات بسيطة كده بتساعدك ان انت تكسب الوقت اكتر، ان انت تقلل شوية من نومك ولو ربع ساعة حتى من الوقت المعتاد النوم فيه، القراءة سريعة، الوقت الساقط، وان شاء الله باذن الله ممكن نعمل حاجة قريب عن القراءة السريعة. تالت حاجة الوقت الساقط، اربعة الراحة القصيرة، خمسة راحة طعام الغداء، ستة مكافأة الذات، وسبعة حسن التعامل مع الضغوط، واللي هي الصمود واستشارة اهل الخبرة. لو انت عندك ضغط او عندك طارئ معين، ما تبخلش ان انت تروح وتشوف حد تعرفه وتسأله، او لو حد عنده خبرة في المجال ده ان انت تسأله، لان ده يوفر لك كتير من الوقت، يوفر لك مجال لصنع قرار، يوفر لك مجال ان انت ما تغلطش، فالغلط هيسبب مشاكل، فالمشاكل هتضيع وقت. الوقت الساقط يعني يا استاذه سعيده، يعني الاوقات البينيه، اوقات الانتظار، اوقات المواصلات، الاوقات الساقط، الوقت الواقع يعني، او الوقت الفارغ، الوقت اللي انت مش عارفه تستغليه كويس، او الوقت اللي انت ما بتقدريش تستغليه، زي اوقات الانتظار ان انت منتظر حد، او لو انت في مواصلات او ما شابه ذلك. طيب النقطه الثانيه الاتصالات، ان انت ممكن بدل ما يعني كان زمان ما كانش فيه تليفون، فكان عشان حد يقول لحد حاجه
عشان حد حاضر يا استاذ ورداني حاضر عشان حد يقول لحد حاجه كان لازم يروح له فكان لازم يلبس وينزل وينزل يركب ويروح ويقول له عشان يبلغه بالحاجه اللي هو عايزها. لكن دلوقتي التكنولوجيا الاتصاليه او 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 المجال الاتصالات عموما ممكن يوفر عليك حاجات كتير. ممكن تتفق انت وصاحبك على على خروجه او على ان انتوا تخرجوا مع بعض او تتفقوا على ذهابكم للجامعه مثلا من على التليفون او من على الانترنت او ما شابه ذلك. النقطة اللي بعد كده ما معنى مكافأة الذات اللي استاذ وردان بيسأل عليها. مكافأة الذات يا استاذ احمد ان انت لما يكون عندك لما تنهي مهمة كافئ ذاتك عليها او كافئ نفسك، حاول تقدم نفسك حاجة محفزة علشان خاطر تقدر تكمل. طب ده هيفيدنا في كسب الوقت في ايه؟ ان انت لما تاكل شوكولاته، ما بلاش شوكولاته يا استاذ سعيد، امبارح استاذ عمرو بصراحه بعت لي صوره شوكولاته كانت جميله يعني تسلم ايده فشكرا لي يعني فكرتيني بقى ان انا اشكر عليها يعني. فبالظبط يا استاذ سعيد، انا كان بيجي عليا وقت من الاوقات كنت بكافئ نفسي بالشوكولاته. فعشان كده لازم تكافئ نفسك بعد كل مهمة. طب مكافئة النفس او مكافئة الذات هتخلينا نكسب وقتنا ازاي؟ او يعني ايه علاقة ده بده؟ ان انت لما بتكافئ نفسك بيجيلك حالة من التحفيز وشعلة من الطاقة جواك بتخليك تنجز المهمة اللي بعد كده بكفاءة عالية. لكن انت لو عندك احباط وجيت دخلت على مهمة بعد كده هتعملها بكسل ممكن يحصل فيها مشاكل فبالتالي تأدي لك ان انت وقتها. عشان كده بالضبط يا استاذ طارق الدفع معنوية، المكافأة الذات بتدي دفع معنوية وبتدي شعلة نشاط جواك بتخليك تنجز اللي بعد كده أسرع. النقطة التاسعة والأخيرة في كيفية كسب الوقت معانا استعمال التقنيات الحديثة زي ما قلت لكم، الجوال والفاكس والإنترنت. حاول تستفيد من الحاجات دي بشكل كويس وبشكل إيجابي. هناخد 10 دقايق بريك وهنرجع نكمل معاكم تاني، عايزاكم بس ترتاحوا كده. اخد مخكم شويه وبعدين 10 دقايق بالظبط الساعه كام معاكم استاذ احمد واستاذ عمرو واستاذ طارق؟ الساعه كام يا فندم؟ 5:30. نخليهم 13. اشمعنى 13 يعني؟ 5:30 تمام. تمام 5 عشان هي 5:30 الا دقيقتين. ان شاء الله باذن الله 5:45 بالظبط هنبدا. ارجوكم 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 بلاش تتاخروا. 6:45 عفوا، 6:45 بالظبط هنبدا. لا هنقدم دقيقه ولا هنأخر دقيقه، ما تاخروش. و 10 دقايق ونرجع لكم تاني. ساكن معاكوا كده تمام. طيب هنبتدي. انا بس حبيت نفتحها شويه عشان نعرف نكمل. وهناخد اخر مرحله النهارده معانا هي المتابعه. اخر مرحلة معانا او اخر قسم في الدورة بتاعتنا النهاردة، احنا بعد ما عملنا تحليل الوقت وبعد ما نظمنا وبعد ما خططنا وبعد ما نفذنا لازم يكون في متابعة، لان التخطيط بلا تنفيذ ضرب من الامال الحالمة وتضييع الوقت، صح؟ والتنفيذ بلا متابعة لا جدوى منه. يعني لو انت عملت ملوش اي لازمه. خدوا بالكم ان المتابعه والرقابه جزء مهم جدا من اداره الوقت او من الاداره عموما او من اي حاجه انت بتعملها. لو ما تابعتهاش ورقبتها يبقى الموضوع من اوله ملوش لازمه. الرقابه هي ايه؟ هي مقارنه ما سبق تخطيطه بما تم تنفيذه وانجازه بهدف تحديد الانحرافات والاستتواضع مقترحات لعلاجها، تمام؟ يعني مقارنة باللي انت خططته، بتعمل مقارنة او بتشوف اللي انت خططته نفذت منه قد ايه وباقي منه قد ايه. طب ليه الكلام ده؟
عشان تستفيد من الإيجابيات وتتجنب السلبيات الموجودة. طيب إيه هي الرقابة أو أنواع الرقابات؟ هي إيه؟ رقابة فورية يعني في الرقابة في الوقت نفسه، وبعدين رقابة دورية ومستمرة على طول كل فترة، وبعدين اقتصادية بتشوف العوامل بتاعتك المساعدة ليك إيه وبتبص عليها، رقابة إصلاحية ورقابة مرنة. الرقابة الإصلاحية اللي انت بتشوف ايه الحاجات اللي باظت او السلبيات وتحاول تصلح فيها، والرقابة المرنة اللي انت بتحاول تشوف لو ينفع حاجة تعدي مثلا او الكلام ده كله بيكون ازاي. طيب مبدأ عادة تحليل الوقت اصلا بيكون ايه؟ ان الرقابة في ادارة الوقت تعني مبدأ واحد وخطير، هو مبدأ تحليل الوقت. العادات القديمة السيئة بين كده لابد من الرقابة. العادات او عدم ادارة الوقت وعدم التنظيم والكلام ده كله هي عادة اتولدت وبقت سيئة للأسف وبقت قديمة عندنا، عشان كده لما تغيرها لازم يكون في مبدأ اسمه مبدأ الرقابة الفعالة، علشان العادات عموما بتعود سريعا. لابد من اعادة تحليل وقتك بعد من 3 لـ6 شهور، ثم بعد ذلك لابد من التحليل سنويا. التحليل او الخطوات اللي انت ابتديت فيها من الاول خالص اللي هي جمع المعلومات واختبار النشاطات والكلام ده كله، مفروض تكررها كل او تجددها كل من 3 لـ6 شهور. اول خطوة معانا هي ابدأ تنفيذ ما تعلمته. وفر في نفسك قناعة كبيرة انك يجب ان تدير وقتك بشكل صحيح. زي ما قلت لكم في اتخاذ القرار لازم تاخدوا قرار من جواكم، ومش كده وبس، يبقى قرار حازم من جواكم ان انا بالرغم من ان انا هدير وقتي الا ان انا مش هخلي حاجة تأثر فيا ان انا ارجع زي ما كنت. قم بتحليل وقتك زي ما قلنا في الاول، اجمع المعلومات، حلل استخدامك الوقت، وتعرف على مرحلة نشاطات، ودي كانت اول مرحلة من المراحل اللي احنا عملناها مع بعض. ابدأ في تخطيط وقتك في استطلاع الواقع عشان تتعرف على الفرص المتاحة والقيود المفروضة وعلى نقاط قوتك ونقاط ضعفك، واستفد جيدا من تحليل وقتك. ضع اهدافك وحدد اولوياتك وحدد النشاطات وبرنامجها الزمني، ودي مراجعة سريعة كده عن الحاجات اللي احنا خدناها في امبارح واول امبارح. ابدأ تنفيذ ما تعلمت وانتبه، ضع الخطة المناسبة لك انت. زي ما قلت لكم كل واحد فيكم هيحط الخطة بتاعته على حسب ظروفه، مش جاي اديكم قاعدة، ولكن جاي اديكم مجرد مفاتيح تقدروا انتوا تبنوا عليها بعد كده. النقطة التانية، لا تفرط في التخطيط وخطط في حدود الواقع، لا تفرط في التخطيط وما تجعلوش احد مضيعات الوقت زي ما قلنا قبل كده. ثالث نقطة، استخدم ما يناسبك من الجداول المساعدة، حاول تدعم نفسك بكل اللي يناسبك عشان تاخد وقت اقل. قم بتنظيم وقتك من خلال ان انت تعد قائمة الاعمال اليومية اللي احنا خدناها في التنظيم، وكمان فوت قدر ما تستطيع ليكن تفويضا فعالا، والتفويض برضو خدناه، التفويض الفعال وجدول ايزنهاور. وبعد كده قم بتنظيم وتنظيف مكان عملك، وده برضو نقطة من الحاجات اللي احنا خدناها في التنظيم. نفذ خطتك بدقة، راعي النصائح العامة اللي عند التنفيذ اللي احنا قلناها، طبق العهد اللي احنا معاهدينه مع بعض وهو انك لا تسوف، تعامل جيدة مع مضيعات الوقت. النقطة اللي بعد كده، تابع تنفيذ خطتك، اجعل رقابتك فعالة، لازم متابعتك تكون فعالة وحازمة. اعد تحليل وقتك، تأكد ان العادات السيئة لم تعد اليك ثانية. استخدم استقصاء الوقت نهاية تقييم ادائك بعد 4 أو 6 أسابيع من بدايتك لخطتك. استقصاء الوقت النهائي يعني ان انت بعد الاربع لستة اسابيع من بداية الخطة تقعد تشوف انت ايه الحاجات اللي انت خلصتها في ميعادها بالظبط، ولو انت فعلا لقيت عدد معين او عدد كبير من الحاجات خلصتها في الوقت اللي انت كنت حاططها، اعرف ان انت فعلا ابتديت تغير وقتك بشكل فعال. طيب هنبتدي نشتغل في الاختبار ده. الاختبار ده مهم جدا 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 يا شباب، فبعد اذن حضراتكم كل حد فيكم يقوم يجيب ورقة وقلم ويكتبه، عشان في الاخر هنحدد الصواب والخطأ ونعرف
الاختبار ده او فكرتنا عن الوقت بتبقى ماشية ازاي. لما تحضروا ورقة وقلم يا ريت تكتبوا لي واحد. تمام جدا. الناس اللي محضرة ورقة وقلم انا مش عايزاكم تكتبوا، او الناس اللي معايا مش عايزاكم تكتبوا لي الإجابة على الشات. انا بس حابين تكتبوها اوكي، بس انا عايزاكم تكتبوها. الاهم تنقلوا السؤال وتكتبوا مش تنقلوا السؤال، تنقلوا الرقم وجنبيه الإجابة. يعني مثلا اكتبوا واحد، ده كده السؤال الاولاني، وهتعمله مثلا جنبيه كده صح؟ صح او غلط على حسب ايه اجابة السؤال اللي انتوا شايفينه، عشان ما تاخدوش وقت كبير وما تضيعوش وقت في الكتابة. هتيجوا بعد كده تكتبوا مثلا السؤال التاني وتعملوا سهم، وترجعوا برضو تكتبوا اللي انتوا عايزينه كان صح او غلط، وهكذا. اتفقنا؟ طيب هنيجي للي بعد كده. هنبتدي نسأل اول سؤال معانا. اول سؤال بيقول ايه؟ لا يوجد حتى الانسان حتى الان انسان يتوفر له الوقت الكافي. لا يوجد حتى الان انسان يتوفر له الوقت الكافي. انا هعيد السؤال مرتين علشان تاخد وقت شوية في التفكير وتجاوب، وياريت كل واحد يحط ما ينساش الاسئله، وكل واحد يجاوب جنب السؤال بتاعه سواء صح سواء خطا، كل واحد يكتب اللي هو مقتنع بيه، وده هيحدد لكم في الاخر النتيجه. ده زي امتحان صغنن كده يعني، علشان بس نختبر نفسنا. السؤال الثاني بيقول ان معظم الناس يعانون من كثرة الأعمال بسبب طبيعة وظائفهم. تاني، إن معظم الناس يعانون من كثرة الأعمال بسبب طبيعة وظائفهم. صح أم خطأ؟ السؤال الثالث، المديرون أصحاب المناصب الإدارية العليا يتخذون عادة أفضل القرارات. تاني، المديرون أصحاب المناصب الإدارية العليا يتخذون عادة أفضل القرارات. هل هذا صح أم خطأ؟ السؤال الرابع، إن عملك فريد من نوعه وليس له نمط معين. إن عملك فريد من نوعه وليس له نمط معين. كل واحد هيجاوب طبعا على حسب طبيعة عمله. يعني عملك ملوش، يعني عملك مش روتيني، عملك متغير، عملك مش ثابت ليه كذا. الوظيفة عملك يعني وظيفتك. ده السؤال الرابع. السؤال الخامس، يا أستاذ أسامة عملك شغلك ليه طبيعة معينة، ليه نظام معين ماشي عليه، ولا نمطه مختلف على حسب الظروف. في شغل كده معين بيبقى بظروف، يعني مثلا المدرس شغله ثابت، عارف بيعمل ايه، بيروح الصبح بيدي اسمها ايه الدروس مثلا او الحصص ويمشي. لكن مثلا حد تاني بيشتغل في ايه مثلا، مندوب مبيعات مثلا، مندوب المبيعات لا مختلف، بيروح وبيجي بيطلع وبينزل، فممكن يحصل له اي ظروف، ممكن يحصل له اي حاجه، او في التسويق او الكلام ده كله. صح كده. عشان كده ده سؤال، هل عملك فريد من نوعه ولا وملوش نمط معين، ولا عملك لا ليه نمط معين انت ماشي بيه عليه. وصلت؟ لو حد مش شغال
تفضل ايه؟ يعني تفضل لو انت يا استاذ احمد وردان، لا تفضل ايه لو انت اشتغلت؟ تفضل عملك يكون فريد من نوعه وملوش نمط معين، اكتب صح. تحب العمل الثابت، اكتب خطأ. يعني على حسب اللي انت تفضله، مش على حسب اللي بيحصل في حياتك، اللي انت بتفضله. انت ممكن تكون يا شباب، انتوا ممكن تكونوا مثلا عملكم ثابت، بس انتوا بتحبوا العمل الانماط مختلفة. فهنا اللي هيحدد تفكيركم، مش اللي انتوا بتشتغلوه. يعني انا الاجابة على الاسئلة دي على حسب الاعتقادات بتاعتكم، او على حسب اللي انت بتقوم بيه في حياتك، مش حاجات، مش اجابة نموذجية يعني. طيب السؤال الخامس بيقول: من الممكن أن يتيح لك التأخير الفرصة لتحسين نوعية قرارك الذي تتخذه. من الممكن أن يتيح لك التأخير الفرصة لتحسين نوعية القرار الذي تتخذه. وكده السؤال الخامس بيكون خلص. السؤال السادس، السؤال السادس بيقول: إن إدارة الوقت بصورة أفضل تنحصر في تقليل الوقت المستغرق في الأنشطة المتعددة. إدارة الوقت بصورة أفضل بتنحصر في تقليل الوقت المستغرق في الأنشطة المتاحة، أم خطأ؟ السؤال السابع: يستطيع أغلب الأشخاص حل المشكلات المتعلقة بالوقت عن طريق بذل جهد أكبر في العمل. يستطيع أغلب الأشخاص حل المشكلات المتعلقة بالوقت عن طريق بذل جهد أكبر في العمل. السؤال الثامن: إن تفويضك للسلطة يمكن أن يحرر الكثير من وقتك ويريحك من بعض المسؤوليات. تفويضك للسلطة ممكن يحرر الكثير من وقتك ويريحك من بعض المسؤوليات، صح أم خطأ؟ السؤال التاسع: أغلب الأنشطة اليومية لا تحتاج إلى تخطيط، ولا ينجح الكثيرون في التخطيط لها مطلقا. أغلب الأنشطة اليومية لا تحتاج إلى التخطيط، ولا ينجح الكثيرون في التخطيط لها مطلقا، صح أم خطأ؟ السؤال العاشر: الأشخاص المشغولون النشطون الذين يقومون بالعمل الصعب يحققون أفضل النتائج. الأشخاص المشغولون النشطون الذين يقومون بالعمل الصعب يحققون أفضل النتائج، صح أم خطأ؟ السؤال الحداشر: مشكلة إدارة الوقت هي إنها لا تسمح بالسلوك التلقائي، وهي عملية آلية أكثر منها نشطة ومتحركة. هل هذا صح ولا خطأ؟ تاني: مشكلة إدارة الوقت إنها لا تسمح بالسلوك التلقائي، وهي عملية آلية أكثر منها نشطة ومتحركة، صح أم خطأ؟ السؤال الـ12: ليس من الضروري في أغلب الأحيان أن تكتب أهدافك. ليس من الضروري في أغلب الأحيان أن تكتب أهدافك، يكفي أنك تعرفها. هل هذا صح أم خطأ؟ السؤال الـ13: إذا أردت أن تؤدي عملك بطريقة سليمة، فمن الأفضل أن تؤديه بنفسك. إذا أردت أن تؤدي عملك بطريقة سليمة، فمن الأفضل أن تؤديه بنفسك. السؤال الـ14: ليس من الممكن أو في الغالب العمل على أساس تحديد الأولويات. السؤال الثاني بيقول: ليس من الممكن في الغالب العمل على أساس تحديد الأولويات. هل هذا صح أم خطأ؟ السؤال الـ15 والأخير: أغلب النتائج التي تحققها تكون عادة نتيجة لعدد قليل من الأنشطة الهامة. أغلب النتائج التي تحققها تكون عادة نتيجة لعدد قليل من الأنشطة الهامة. هل هذا صح أم خطأ؟ بكده يبقى احنا خلصنا 15 سؤال.
وكل حد فيكم دلوقتي عنده 15 إجابة صح؟ الناس اللي خلصت ال 15 إجابة تكتب لي واحد. رقم 15 تاني. حاضر. رقم 15 تاني بيقول أغلب النتائج التي تحققها تكون عادة نتيجة لعدد قليل من أنشطة الهامة. أغلب النتائج اللي بتحققها بتكون عادة نتيجة لقليل من أنشطة الهامة. طيب دلوقتي هنيجي للنتيجة. كل واحد فينا يحسب نتيجته على حسب الحاجات اللي قدامه. لو كان عندك يعني كل واحد فيكم يحسب كده ويقول لي الرقم اللي قدامه كم إجابة صح. لو من 14 ل 15 ولا 12، من 12 ل 13 ولا من 10 ل 11 ولا من ولا أقل من 10، كم إجابة عندك صح؟ هيا يا شباب، أقل من 10، أقل من 10، أقل من 10، أقل من 10، ها أقل من 10. حد عنده إجابة تانية؟ 10. تمام، في أقل من 10، في 5، وفي 10، في حاجات كتير، في أرقام كتير تاني. طيب تحبوا تشوفوا النتيجة بتاعتكم ولا بلاش؟ تحبوا تشوفوا النتيجة بتاعتكم ولا بلاش؟ طيب لو انت اجابتك من 14 ل 15 اجابة صح يبقى انت ممتاز وبتستفيد من وقتك جيدا، ولو انت اجابتك من 12 ل 13 يبقى انت جيد وفي طريق الصحيح، ولو انت من 10 ل 11 المقبول حاول تراجع وجهات نظرك عن الوقت، ولو انت اقل من 10 ضعيف، عدد كبير من افتراضاتك عن الوقت يحتاج الى مراجعة. شفتوا بقى؟ شفتوا؟ الله عليك يا استاذ عمرو، الحمد لله فعلا. شفتوا بقى ان انتوا محتاجين تراجعوا افتراضاتكم عن الوقت ازاي؟ لا 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 لا، انتوا مش زي ما انتوا، بالعكس. طيب الاجابه الصحيحه، تمام. طب ازاي مع الجملة الأخيرة دي؟ إن شاء الله بإذن الله الموضوع متوقف على التطبيق. أنت دلوقتي الحمد لله رب العالمين. لا مالكوش دعوة بالجملة الأخيرة دي، ليها علاقة باستقصاء تاني بس أنا مسحته يعني، بس نسيت أمسح الجملة دي، ملوش دعوة بالاستقصاء ده أو بالاختبار ده. أنا الآن أنت بتسير في الطريق الصحيح، عليك بالصبر والتوكل على الله. شكرا جزيلا، خلصنا الدورة بتاعتنا، خلصنا الثلاث أيام، خدنا الخمس مراحل، خدنا تحليل الوقت، وخدنا التخطيط، وخدنا التنظيم، وخدنا التنفيذ، وخدنا المتابعة. ممكن تكون في ناس كتير ممكن الله أعلم ما استفادتش مني، بس اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه بسيطه. بس اكتر حاجه شكرا جزيلا استاذ طارق، اداني الشرف ان انا كنت موجوده معاكم. ان شاء الله استاذ سعيده تشوفي المحاضرات وتطبقيها. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ولو حتى بمعلومه، ولو بمقوله، ولو بجمله. ده في حد ذاته حاجه هتفرحني كتير، واللي يفرحني اكتر ان حضراتكم تطبقوا الحاجات اللي احنا خدناها. جزاكم الله خيرا، شكرا صراحة، انت استفادة، ربنا يبارك لك يا رب، جزاكم الله خير. شكرا ليكم، اتمنى ان انتوا لو احتجتوا اي محاضرة في اي مجال يشرفني ان انا اتشارك معاكم فيها. فعلا انتوا شباب رائع، واي حد اي مدرب يكون ليه شرف ان هو يكون موجود معاكم.
يا ريت يا استاذ طارق لما المحاضره الثالثه تنزل تبعتها لي عشان خاطر انزل الثلاث محاضرات للناس عشان تستفيد منها. شكرا استاذ سعيده، انتوا اللي مبدعين وانتوا اللي رائعين صراحه، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله باذن الله اشوفكم قريب تاني. يا ريت طب في حاجه بسيطه احب اعرضها لك والناس تشوفها. اتفضلي يا استاذ، اتفضلي يا استاذ طارق. جزاك الله خيرا يا استاذ احمد، شكرا لتفاعلكم معايا بجد والله، يعني مبسوطه جدا جدا فعلا بوجودي معاكم يعني، وزعلانه جدا النهارده اخر يوم هيكون للمحاضره، بس ان شاء الله نتقابل في دورات وكورسات تاني ونفضل مع بعض على طول، واتمنى ان انتوا تفضلوا معانا يعني تتواصلوا معايا دايما على الاكونت ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا استاذ اشرف، شكرا لكل الناس، حابه اشكر كل الناس الموجوده معايا النهارده باسمهم، استاذه سعيده واستاذه كاميليا واستاذ فوزي واستاذه رحاب واستاذ ضياء واستاذ طارق واستاذ احمد ورداني واستاذ عبير واستاذ اشرف واستاذه اسراء واستاذ اسامه واستاذه ولاء، شرفتوني كلكم بجد يعني، مبسوطه جدا. حاضر يا استاذه سعيده، هبعت لحضرتك الاكونت. حاضر، محاضره القراءه السريعه باذن الله اكيد قريب باذن الله نتفق مع استاذ طارق ونعمل لحضراتكم محاضره عن القراءه السريعه والقراءه التصويريه. ده الاكونت بتاعي يا استاذه، شكرا جزيلا يا استاذ طارق، جزاك الله خيرا، شكرا والله، يعني ما كانش ليها لازمه بجد يعني، كفايه وجودي معاكم مش محتاج للشهادة عشان الناس بتدعي، يعني كلامكم كفايه عليا بجد، ربنا يبارك لك يا استاذ طارق يا رب. شكرا لحضرتك، شكرا لحضراتكم يا فندم، شكرا جزيلا، اتمنى ان انتوا تكونوا مستفيدين النهارده، هو ده غايتنا. وعايزه اقول لكم على حاجه، استمروا في اللي انتوا بتعملوه ده، ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم.